طيب فهمني انت ليش بعت لي السيناريو لإلي؟ انا شو بدي ساوي فيه؟ تفضلي. شكرا لك. انا مسافر فتون. كيف؟ لوين؟ رايح على ايطاليا. هنيك رح ارجع بلش بشغلي القديم، ومؤقتا قصة الانتاج هلا رح وقفها شوي. بلا حكي فاضي مراد، هذا حلمك انت، ما بتتذكر قديش تعبت كرمال هالشي؟ ليش؟ فتوم، من كل عقلك عم تسأليني هالسؤال؟ ما ضل في اي سبب لضل هون. عم تفهميني؟ يلا أنا صار لازم أمشي. بخاطرك فتون، إمتى ما بتحتاجيني رح كون قريب منك، حتى لو كنت بآخر الدنيا. كل شي انتهى فتون. أمي أنت منيحة؟ لا ابنوب مو منيحة. أنت كيف بتطاوع أم نص عقل بجنانة وطلباتها؟ بس يا أمي والله أنا بحبها لفتون وما فيني أعيش بلاها. جان ابني انت صهر بيت شي؟ كيف بترضى تتجوز هيك فصعونة؟ مو هاد جان اللي ربيته. امي شو هالحكي هاد كرمال الله؟ رح نروح ونطلب البنت مو اكتر من هيك، يعني مثل ما بصير بالعادة. امي الغاية طيب خاطر البنت مو اكتر. شو مشان خاطري انا؟ شو مشانه قلي؟ طق وموت يعني؟ يا ربي دخيلك تمضي هالليلة على خير. معقول انا رح اعيش وقدر شوف ليلة الدخلة تبعي قبل ما طق وموت؟ عيب عليك، عيب. ليش أنا حكيت بصوت عالي؟ عبس عبس. لك عماد وصلوا أهل العريس، يلا تعال. لك بعدي هيك يا بنت، بعدي هيك، عيب عليكي، كأنك قاتلي حالك على الزواج، خليك تقيلة شوي. لك هلأ الجماعة بيفكروكي قاتلي حالك على ابنهم. شوفي أنت اللي بعد هيك، ما تتدخل بالبنت. لك معقولة ما أتدخل؟ ما بيصير ما أتدخل، رح يطلبوا هاي البنت مني أنا، إلي اسمي وسمعتي، ما بخلي حدا يقول بنتي قاتلي حالها على الزواج. إيه خلصنا عماد، لا تكون صدقت حالك، اللي بيسمعك بفكرك أبو العروس، أنا اللي رح أتزوج. إيه؟ بعدي بدك يا الحقوني. اسمعيني يا وبلا قلت ادبك هيك تدخل فيها. اليوم احلى يوم بحياتك. إيه يا الله منك شو مفزلك. انا متوتره كتير ليزا. روقي فتون. بعدي يا بنت، بعدي من وشي. يا
يا اهلا وسهلا، شرفتونا، حلت علينا البركه. كيف تفضلوا تفضلوا شرفوا. اهلا وسهلا. اهلين يا خانم، هات الجاكيت عليك. لا ما في. كيفك يا فصلتي؟ والله مرتاحه هيك. يرضى عليكي. اهلا وسهلا شرفتونا. يلا بوسي ايد امي. اهلين مرت عمي. بنتي اتركي ايدي، انا ما بحب بوستي الايد وبتعرفي. يعني معقول هالحكي؟ ما بصير مرت عمي. لك اتركي ايدي، رح تعبي لي اياها بزاق هلا. بعدين انا بخاف كثير تنتقل لي انفلونزا الخنازير. ما منك خلاص. اهلين وسهلين جان. اهلين يا روحي. خدي الشوكولا والورد، ما بصير يضلوا بايده للزلمه. يا عفوا، شكرا شكرا كثير. واجبنا؟ لا، وجايبه من النوع الغالي. يا ريت لو حطيته بيناتهم ورد استوائي كمان، لانه فتون بتحبه كثير. الله يخلصني منكم. تفضلوا يا جماعه تفضلوا، ما بصير تضلوا واقفين على الباب. تفضلوا. يا اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا تفضلوا يا جماعه تفضلوا. يا اهلا وسهلا. هلا انا راح احضر القهوه اللي كيف بتحبها جدي. سادة يا بنتي. جان وسط لو سمحتي. وسط. مرت عمي مديحة. سكر زيادة. انتو بتحبوا تشربوا شي؟ لا حبيبتي انا ما بدي. لا سما. وسط. سادة وسط. سكر زيادة. انا رح روح ساعدة. ايه حضراتكم، طمنوني عنكم، ان شاء الله مناح. مناح يا ابني، بنشكر الله. وانت كيفك معلم اليوم؟ انا منيح عماد. مديحه خانم؟ ماني منيحه. هاتي جاكيت عنك. مرتاحه هيك اعتقني. ما منك خواص. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. اهلا وسهلا. شوي 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 شوي. ليكي، اي وحده دولة جان؟ هالدولة ليش بقى؟ روحي وتفرجي ليزا. لك ليزا، شو عم تساوي انتي؟ ما بدي موته للزلمة. لك اسكتي فتون من شان الله. انتي ما بتفهمي بالعادات بنوب، ليش ما بتعرفي كيف بيعملوا قهوة العريس؟ ما نكسة معانا؟ هي كيف بيعملوا قهوة العريس؟ نوريني. اسمعي هلا، هي القهوة إذا شربها العريس دفعة واحدة بيكون بحبك وبده ياكي، وإذا شربها شفة ورا شفة وعلى مهله معناها إذا أخدتوا بعضكم بيمشي الحال، وإذا ما أخدتوا بعضكم كمان بيمشي الحال، يعني مثل بعضها إذا صارت هالجوازة ولا ما صارت. فليزا، إحساسي إنه لما تزوجتي كل هالخزعبلات ضلوا بقلبك وعم تجربي تعيشيهم هلأ بتجربة زواجي أنا، مو هيك؟ لك شو هالحكي اللي عم تحكي؟ من شان الله، يلا عملي القهوة إنتي يلا. ايه يا جماعة، كيفكن وكيف ايامكن؟ ليك ابن عماد، هلا اللي صار جان وفتون شافوا بعضهم وعجبوا ببعضهم، ونحن بما انه كباريتون من واجبنا انه نجمع بينا. مزبوط يا بيك مزبوط، بس لو قطعتك اعذرني، يعني بعتذر منك. العفو تفضل. انا من زمان بدي اسأل هالسؤال بس ما صحت لي فرصة. ابننا جان بيك قديش بيطلع بالشهر تقريبا؟ ما نو من باب الفضول، لا تفهموني غلط، بس بيقدر يعيل بنتنا، لهيك عم بسأل. شو بك عماد؟ العمى بعيونك؟ شو ما بتعرف انه هي امور خاصة؟ شو بك؟ معلمي نحن عم نعطيك بنتنا. انا بشتغل بالتمثيل مثل ما بتعرف عماد بيك، ولهيك قديش بطلع بالشهر ما عندي فكرة. طيب عم تقرأ شي سيناريو جديد؟ سمعنا آخر فيلم لألك كان فاشل. شو؟ بالوقت الحالي عم شوف كم سيناريو ومبدئياً ما في أي شي. فهمت علي؟ خلاص. مين مفكر حاله هاد؟ ما بكفي قبلنا نجي نطلبها لفتون؟ قوموا لشوف، خلونا نمشي بطلنا. أمي أمي لو سمحتي عدي مكانك. عدي لشو؟ عدي شوي. عماد بيك يا ابني، نحن في عنا مستشفيات. ولا حرف. ابن نجان هو الوريس الوحيد إلون، يعني بالمختصر المفيد أنا بذات نفسي ضمنان جان وحياته، لهذا السبب ما في لزوم تقلق على شيء. القهوة صارت جاهزة، تفضل جدي. يسلموا إيديك يا بنتي الحلوة.
اليمين ولا اليسار يا ترى؟ أوف. يمين يسار. مرت عمي مديحة. ميرسي. يا الله، يمين كان ولا يسار؟ شبكي فدون، ليش عم تحكي مع حالك؟ ولا شي حياتي. منيح، يسلموا هالإيدين. صحتين وهم. صحة. إذا بتحبوا تشربوا مي لك على الطاولة هون. يسلم. عادي حبيبتي، خليكي هادية ولا تتوتري. خير أمي؟ شو صار؟ لك شو هاد اللي عملتي؟ أنتي بدك تموتيني؟ قلبي مليان منك من دون شي. هذا فنجان ولا جان؟ وجان كان لازم يشربه مو أنتي. يعني كنتي ناوية تقتلي جان أنتي؟ شو هالحكي؟ خلصنا أمي، يعني صار في سوء تفاهم. هاتي أعطيني قهوتي وخدي هاي قهوتك شربيها، خلص ما عاد في مشكلة، حلينا. حياتي فتون، يسلموا ايديكي. صحتين وهنا حبيبي. طالعه بتجنن. فرطت معدتي جدي. ليك عواد ابني، معروف سبب زيارتنا لعنكون. الأولاد شافوا بعضهم وكمان حبوا بعض، أكيد حبوا بعضهم. إيه، ونحن بصفتنا كبريتو فمن واجبنا إنه نجمع بيناتهم. يعني نحن جايين لحتى نطلب إيد فتون على سنة الله ورسوله لابن نجان، تعطونا؟ إيه طبعاً طبعاً يا بيك، يعني أكيد أكيد. بس هالقصص هي ما بتتم لأنه بس الشاب بيحب البنت. ليزا عماد، شو عم تحكي ولك؟ هلأ البنت بيطلبوها 1000 شاب وبيتزوجها واحد بس، ما هيك حضرتك؟ اللي مو هيك؟ فتون مين بده يخرب بيت حاله ويتجوزها غير ابني الأهبل يعني؟ ونحن مع هذا كله لازم نسأل البنت وناخد رأيها. فتون؟ شو بتقولي يا حياتي؟ أنا موافق على زواجكم. ألف مبروك. أخيراً مبروك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. حاسة قلبي رح يوقف. يبارك فيك. أمي خلاص حبيبتي، جيبي أرجع لوقت. ليزا شوفي من عند الصبح شو بكي مثل الزومبي. بدي فوت على تواليت من بعد إذنكم يعني. شو ساوي لكم حامل؟ اسمعي لأقول لك شغلة، ليزا وعماد وفزلكتهم الزايدة بلشوا يضايقوا لي خلقيها. ترجع هالبنت على بيتها تتحل عنا، واقفة فوق راسنا مثل الحماية المجنونة. إيه والله معك حق، زودتها كتير بتصرفاتها. لازم نصالحهم مع بعض وبسرعة وبأقصى سرعة. بس كيف؟ ليكي فتون، عم تخطر ببالي فكرة بس. شبكي رجعتي دختي كمان؟ قومي خليني أخذك على المستشفى لك بنتي، يعني إلك شي 24 ساعة عم تدوخي ويغب على قلبك بشكل مستمر. حاجة عمي بقى حاجة، ما في دكتور بالدنيا بيقدر يريحني. لك أنت اللي بيسمعي بيفكر جنازة وطلعت من بيتنا. لك لهلأ ما عم بفهم شو أخذنا لعندهم، شو هالتمثيلية اللي بلا طعمة هي؟ أنت وأنا وجان وعماد ولسه هديك اللي اسمها ليزا كمان، غليظة ودم سميك مثل فتون وأكتر. وبعدين هديك التانية شو عم تعمل بالبيت معهم وبطنة لحلقة أصلاً؟
لك رح يوقف عقلي من هالقصة. يسلموا. بطنا لحلقة. أنا بدي روح. ناجية بعتيلي ورا الشوفير فورا. مديحة لوين رايحة من الصباح؟ رايحة عندي شغل. يا الله في وزاتها طقوا على الآخر، يعني إن شاء الله يمرق كتب الكتاب بكرة على خير وسلامة، وما بدي شي تاني غيره. عملتي عين العقل بجيتك خالة مديحة. فرحت كتير بشوفتك من عند الصبح. رفيف ما رح لف ودور عليكي بالحكي. أنا اليوم خطرت لي فكرة بتاخد العقل. شو خطر لك خالة مديحة؟ تتذكري يوم اللي أخدتك على المستشفى؟ إيه. كان بدك تعرفي إذا كنتي حامل ولا لا، ما هيك؟ وطلعت وقتها مو حامل. طيب شو لو كنتي حامل؟ كيف يعني؟ يعني لو يوم أدرينا أنك طلعتي حامل من ابني جان، تتوقعي كان رح يصير كل هالحركات تبع الزواج وتجديد كتب الكتاب مع فتون والعرس؟ بس خالي مديحة أنا مالي حامل. صح، بس ما في مخلوق غير أنا وإنتي بيعرف بهالحكي هاد. آسفة بس أنا ما عم بفهم عليك بنوب خالي. أنا رح فهمك على المظبوط، إنتي رح تعملي حالك حامل. بس ما رح تزبط بنتي، نحنا في عنا مستشفى، هالكذبة البيضة فيني خليها تتصدق بسهولة، بس بعد هيك كل الشغل عليكي انتي رفيف. يا أما بتسمعي كلامي يا أما بتخسري جان بتروحي من إيدك. هاي هي الطريقة الوحيدة لحتى نخلص من فتون. ما معنا وقت، فكري وقرري. عروستنا الحلوة يا بيضة يا حلوة بتروح مشوار. بس يعني هنادي خانم جاية على الحنة وقاعدة بعيد، ما بصير. يلا تعالي وقفي معي، يلا قومي شاركيني بالغنية، يلا لك خلصيني. يلا قايمة قايمة، أهم شي ما تعصبي، مو ناقصني غير إنك تولدي هلأ. قليلي شو بدك يعني أعمل لكي؟ سهلة كتير، بتضلي لاحقتيني وعينك علي ومندور حواليها. عروستنا الحلوة يا بيضة يا حلوة بتروح مشوار من دار لدار. حاج بقى يلا خلصينا من هالمراسم، طقت روحي وملي. مراسك هيك ما بصير، يلا ما بنطق. أنا كمان خلص، طولي بالك. عروستنا الحلوة يا بيضة يا ضايا حلوة حلوة. لك فتون ما بصير تعملي هيك، حياتي كلها ما شفت حنة مثل هي اللي عم تعملوها. هيك بيعملوها؟ عادي لو سمحتي، هنادي الحنة مو شرط. طبعا طبعا شرط أساسي قبل العرس. لك ليزا، طالما أنت بتحبي كل هالقد الحنة وحمام العروس، ليش ما عملتيه لما تزوجتي أنت؟ ايه طيب خلص تكرمي، ما رح نعمل شي، زعلتيني وقهرتيني من قلبي، خليها غصة بقلبي لحتى موت. بلاها الحنة بلاها. لا تتضايقي من اللي قلته، بس يعني هلكتيني من الصباح على عروستنا الحلوة يا بيضة يا حلوة، عروستنا الحلوة يا بيضة. لا خلقي من هالجملة. فيني قلكن شغلة يا بنات، شو رأيكن تخلصوا من هالحنة تبعكن فورا؟ لأنه أنا رح أختنق، ما عاد فيني أقعد ولا لحظة بهالبيت. ليش لوين رايحين؟ على بارو في كاريوكي، حجزتلكن المحل كله، شو بدنا من الحنة وهالشغلات السخيفة؟ ما عم صدق، ليش ما حكيتي من الأول هنادي خانم؟ كنا عملنا الحنة هنيك. يا الله أنا شو عملت لك لحتى تقصصني بهالبنت؟ طيب رح نعمل الحنة بس من غير ما غني لكم، رح نعمل الحنة عادي لشوف. يلا خلصينا ليزا بسرعة، يلا حطي قد ما بدك حنة، يلا خلصيني. هيك لك أنا معلمي، وأخيرا أنت رح تتزوج، بصحتك. عماد دخي لعيونك وعيون كل سلالتك، خلص هالكاس وخلينا نمشي بقى. والله نهاري كان طويل كتير اليوم، تعبت، كان صعب كتير اليوم، ولهلا ما كان يعرف يخلص. يلا بوس ايدك. بلا حكي فاضي معلمي،
اجينا لحتى نودع لزوبية، لسه رح نرفع كاسنا ورح نسكر على الآخر، رح نفيق الصبح وما رح نكون متذكرين أي شيء من اللي عملناه بهذا اليوم، فهمتني؟ هلا هيك بتنعمل هالقصص يعني؟ يعني بصراحة ما بعرف، أنا ما حدا عمل لي حفلة توديع زوبية من قبل، تزوجت هيك بدون وداع. فيني أسألك سؤال واحد لو سمحت؟ طبعا شرف اسأل. هلا أنا وفتون مجبورين إنه نشتغل ونلتهي بالقصص يلي أنت وليزا ما عرفتوا ولا قدرتوا تعملوا ولا ما تزوجتوا يا ترى؟ وليش مكبر القصة؟ شو بصير إذا ودعت العزوبية شي مرة؟ ها؟ ليش بدك تكسر لي خاطري؟ على فكرة سديت لي نفسي والله عيب عليك، ما حبيتها منا. بس شوي منشاني هنادي خانم سايريني هالمرة. ليزا عن جد ما في داعي، شكرا لإلك. لا مستحيل، ليكي أنا عملت كل هالحنة بلا ما نكبها، وبيقولوا إنه بتفتح النصيب. لو كان مزبوط يلي انتي عم تقولي، هوهو كنت تزوجت من زمان. انتي متأكدة؟ طبعا متأكدة، انا جاهزة. يلا خلونا نطلع. ممتاز، يلا فورا يلا. فتون؟ نعم. بدي اسألك سؤال. شو؟ عماد ما رح يكون، ما هيك؟ ليكي اذا بيجي عماد والله خلاص العظيم. اطمني عماد ما رح يجي ليزا. ايه بس جان قال لي. هنادي خانو شو نطلع؟ ايه طبعا فتون خانم، انا بامرك، وان شاء الله اليوم كون عند حسن ظنك وادي واجبك كشوفيره ووصلكن بخير وسلامه. حضرتك سبينا هلا وانا رح طفي الاضويه واجي. انا برا ليزا. يلا جايه. لا تطولي فتون. الو جان، شو اخبارك؟ طمنيني فتون، شو ساوي بحالي يا عمري؟ رح تطلع روحي بعد شوي، عماد ما هدي ولا دقيقة والله. والله اللي عندي كمان رح تطققني. شو عم تساوي هلا؟ حبيبتي على أساس إنه بدنا نمشي بعد شوي، لأنه يعني إذا بضل شوي زيادة رح أغزه بسكين لهالتافه ورح أذبح وأخلص منه على الآخر. ليكي ليكي لازم سكر، ماشي بحكي معك. اسمعني لا تقعد، يلا قوم لشوف. قوم معلمي. أنت ليش مصر إنك تزعجني وتضايقني؟ قديش سهل عليك انك تكسر القلوب، مو انا رفيقة. عماد روح اطلع وقف تاكسي او شي سيارة وخلصني، انا بدفع الحساب وبلحقك. يلا خلصني قوم. ليكي فتون، هاي هنادي دمها تقيل بس اجت على الحنة تبعك وحجزت لك بمطعم، يعني ست منيحة ماشي حالة. قليلي ليزا انت. يلا صبايا خفوها رح نتأخر، عم تشتغل شغلة المخلوقة. تحمست كتير. أنا رح غني أول غنية. وأخيراً شرفوا. أهلين. ليش هيك سويتي؟ لو بعرف ما كنت اجيت، ليش ما قلتي لي إنه عماد هون؟ لك حاجة ليزا، أف دلع زايد مو حلو حتى لو بيحبه. أنا ما عم بتدلع. زوجتي الحبيبة الغالية ليزا، وصديقتي المحبة فتون، ومعلمي حبيب قلبي جان تيكين، ومديرتي هنادي خانو، أهلا وسهلا بكم جميعا بحفلة توديع العزوبية المختلطة. رح نفتتح حفلتنا بأغاني فرايحية وبتخللها شوية حزن، فتفضلوا ارتاحوا لو سمحتوا أعزائي الحضور. يلا ليزا حاجة تعي خلصينا. شوي شوي يلا تعالي. يلا تيست 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 واحد واحد. والآن على شرف زوجتي الغالية ليزا، حابب أني بلش بقطعة مؤثرة بعد إذنكم. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. If you want me, tell me, tell me. If you love me, kiss me, kiss me. If you want me, tell me. قلت لي احجزي المكان بالكامل وحجزته. قلت لي جيبي الصبايا وجبتهم. بس عرض عماد هذا عن جد ما فيني اتحمله بالمرة. حاسة ذاتي رح يطقوا، أنا رح أهرب. ديروا بالكم وانبسطوا قد ما فيكم، تمام؟ أكذب عليك لو قلت بحبك لسه، أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسة، أكذب عليك. أمال أنا إيه يا ليزا؟ قول أنت أنا إيه يا حبيبي؟ اختار لي بر والله أرسى عليك. ليزا يا روح قلبي أنا بحبك كتير، بحبك ليزا. شبه سامحيني ببوس إيدك يا عمري مشان الله. لك روح وترجاها ببيتكم، خلصنا بقى شو هالقصة معك. معنا يلا غني. أمي غني يلا. بس أنا ما بعرف غني أبدا. فتون يلا كرمال خاطري أمي غني. يلا حبيبتي أمي.
يلا فتون، يلا فتون، يلا فتون، يلا فتون، يلا فتون. أعطيني رح أغنيكم هلأ أحلى غنية. يلا يلا. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı, ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel de sen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en بنتي. نحن في عنا مستشفى، وأنا هالكذبة البيضة فيني خليها تتصدق بسهولة، بس بعد هيك كل الشغل عليكي أنتي رفيف. يا أما بتسمعي كلامي، يا أما بتخسري جان بتروحي من إيدك. هاي هي الطريقة الوحيدة لحتى نخلص من فتون. ما معنا وقت. خلص ليزا، لك الله ياخذني إذا بعيدة. خلص ليزا، خلص ما عاد عيدة. لك ليزا بلا حركات سخيفة حبيبتي، فهميني شو بدك مشان حل هاي المشكلة. خلصيني بقى من القصة ليزا. ليش هيك عم تعملي فيني؟ قليلي بدي عزبك فيه تطلب منها تاكسي. شكرا، صرت معتذر منك ألف مرة وبعدين غنيت لي. خلاص حل عني عماد، هلكته. لك ليزا بس أعطيني فرصة أخيرة. عماد سكوت بقى كرمال الله، مو طايقتك سكوت، لأني مو طايقة اسمع ولا حرف منك. خلاص ما عاد فيني بالزور يعني. ليكي فتون، انتي خدية لليزا، وانا رح امسك عماد على جنب، وخلينا نحل هالموضوع لحتى يجي التاكسي، والا عن جد رح ياكلوا بعضه. طيب انا رايحه لعنده. عماد خلص بس تعال لعندي. تعال انا لا عم نادي احمد افندي. لك تعال بدي احكي معك كلمتين يا غليظ. تعال خلص روقي حبيب، ما بدي روح. شو بك انت التاني معصب؟ يعني اذا ضليتوا عم تتخانقوا لشو بدكم توصلوا؟ لو اعرف بس، لو اعرف يا معلمي. لك مو رضياني حتى انها تسمعني، ما عاد اعرف شو بدي ساوي. ايه وشو الحل معلم؟ ليلى انت عملت كل جهدك مشان تصالحنا مع بعض، انت زلمه معدل. شو هالحكي هذا؟ واجبي لك عماد. ليك جان شو بدي اقول لك جان، اذا بيصير لي اي شيء. لك يا ابني فتحت امك بالخير، شو بس دقيقه معلمي، بس دقيقه. فروض صار شيء بدي منك وعد، ليزا والبيبي بامانتك ماشي؟ عماد اذا سفقتك راس هيك والله ما بتعطس من بعدها. شو هالحكي اللي عم بتقوله؟ شو انت مجنون شي؟ اسمعني شوي، والله عم احكي جد، وعدني معلمي وعدني. مثل ما بدك بوعدك. دخيل ربك، دخيل قلبك يا معلم، انت ما في منك عن جد. ليزا الزلمه ندمان كتير، مو شايفه بعيني؟ انا حالتي صعبه فتون، انا كمان حالتي صعبه. انا اخر فتره كل الوقت عم بقعد لحالي بالبيت، بعيد الشر عن قلبي. اذا صار لي شيء مين بده يدير باله على الولد؟ ليزا مو معقول لك كبري القصص. هذا عماد ما بيدير باله على الولد، ما رح يدير باله حتى لو ابنه. انا بعرف شو عندي. يا الله بعيد الشر عنك، بس انت اكيد بتديري بالك عليه، ما هيك فتون؟ انت ما رح تتركيه لحاله بالدنيا. انتفخ قلبي والله. انا كمان انتفخ قلبي. ليكي فتون اسمعيني، إذا صار لي شي مو منيح، بعيد الشر بس لنفترض إنه صار، بتربي لي ابني ما هيك؟ أنت رح تضلي جنبه وما تتركيه صح؟ لك طبعاً يا هبلة، أنا خالته اللي بحبه. بعدين شو عم تقولي هلأ؟ هلأ بتروح عماد وبتطيب خاطرة، فهمت؟ اي طبعاً. انت شو بدي اعمل اكتر؟ شو قصدك شو بدك شو تعمل؟ شو بدي اعمل اكتر؟ طلعت وعملت لها بهلوان، طلعت وغنيت بصوتي على المسرح، انا مثل الكلب نزلت على ركبي. لك شو بدي ساوي لأكتر؟ اسمعني ولك، هلأ بدك تروح تحل هالمشكلة، مرتك حامل، حامل، فهمة؟ انا ما قلت لك وانا كمان هيك رأيي. لك مو انت مرته القديمة للممثل جان تيكين؟
مبلا مبلا انت هي. قولي عليكي بهدلتي للزلمه قدام العالم، ايشو هالفضيحه؟ شو قلتي؟ عفوا منك بس انت منتبهه على حالك شو عم تحكي؟ شو دخلك انت؟ يلا انت وياها مو ناقصينكم عند هالمسا، يلا روحوا من هون. لك وقفوا لوين؟ اصلا من تحت راس اللي مثل كونسرت تقرف الزواج وحياة الله، فهمتي؟ ولسه منقول ليش الرجال ما بدهم يتزوجوا؟ تعرفوا شو السبب؟ من تحت راس اللي مثلكم واللي راكدين ورا المصاري. انا ما عاد فيني اتحملك اكثر، تعالوا هون. وين اصلي؟ يا جماعة لاما سيدي، أنا بدي اشتكي على هاتنين، هجموا علي وضربوني. أصلاً أنا اللي بدي اشتكي عليها سيادة الضابط، هن اللي بلشوا بالأول. ممكن تسكتي شوي؟ كنا ماشيين بحال سبيلنا سيدي وهن اللي تحركشونا. كذب، ما صار هيك شيء أبداً، هن اللي بلشوا. خلص يا بنتي ممكن تسكتي بقى. سيدي اسمعني لو سمحت، كل واحد فينا مشغول لفوق راسه، زدتهم بالحبس لهدول وخلصنا. ليكي اذا بتحكي كلمة زيادة رح زدتك الك بالحبس، لا تكوني بالصورة. خلص فتوني، بترجاكي بقى تهدي شوي حياتي لو سمحتي. سيدي شوف شو عملوا بوشي لو سمحت، كنا واقفين وجو ضربونا. شو قلتي؟ لا ما شو كذابة، هن اللي تحركشوا فينا. جان مو قدراني امسك حالي، بدي اشرب من دمه. سوكي بكفي فتون، شبكي شو صار؟ عيب النظارة، لا لا ما بسمع الكلمة ابدا. سيدي سؤالي للذوق. جان امشي معي. سيادة الضابط، سيادة الضابط، سيادة الضابط بدي اقول شغلة. بكرة عرسي، تفضل شرفنا يا فتو. خدها من وشي عالنظارة. يلا يا سيدي، معقولة يعني هذا الشيء؟ البنت بكرة عرسة، يعني مو معقول تسجينا اليوم، فلو سمحت يعني منقدر نحل هذا الموضوع بيناتنا، أكيد منلاقي له حل. طيب معناتها أنت كمان لازم ترافقها، يلا خدوا لي هذا عالنظارة كمان. يلا يا سيدي. لا شو رأيك إنه ناخد صورة سيلفي أنا وياك؟ أو إذا بدك بعطيك توقيعي. فتون حبيبتي حبيبي، قولي له إنه أنا ممثل مشهور. يا سيدي بس يا جماعة، يا عماد شو بدي أساوي أنا معلم؟ عماد عمل شيء؟ لازم تطلعون من هون عماد، بكره عرسهم. ما لنا غير هنادي. ايه؟ ما رح اتحملك لا انت ولا مرتك اكثر من هيك سيد عماد، بكفي كل شي تحملته منكن اليوم، دبروا راسكن لحالكن. اف ما ردت الخانم؟ لا لا ما ردت. اعمل شي عماد، اعمل شي وخلص. لفتون بكرة عرسة، شو ما بتعرف؟ هلأ فتون عرسة بكرة وجان ما عنده عرس يعني؟ لكن لاقي حل عماد. هلأ خطرت على بالي شغلة يا أخوانا. يا ربي دخيلك على هالنهار، يعني ما كان ناقصني غير هالشغلة هي، عن جد ما كان صفيان غير إنه نام بالسجن. وأنا اللي كنت عمول لحالي شو هالليلة الرايقة هي؟ شو هالرومانسية؟ قامت اجتنا هالمصيبة. حبيبتي بدي قلك شغلة. قول شوف. صار عنا قصص ما بتتصدق وشغلات كتير لحتى نحكيها لأولادنا وأحفادنا، ما هيك؟ حبيبتي فيني أسألك سؤال؟ فيك تسأل. أنت خايفة شي؟ بنوب، مع أنه هي أول مرة بفوت فيها على السجن، لازم أخذ لي كم صورة لحتى أحتفظ فيهم للذكرى. ليكي فتون أنا ما عم بسألك عن هون، بكرة عرسنا يا هبلة، خايفة شي؟ وانت؟ انا قلبي رح يطير من الفرحة. يا ريت لو امي وابي كانوا معي بهالكم يوم، باول مرة ما كنت حاسة بالقصة بس هلأ غير. يمكن يكونوا عم بيشوفوكي، يمكن يكونوا من فوق عم بيراقبوكي. اذا عم يشوفونا هلأ اكيد ابي بيكون زعلان منكم وطايقك. تعرف شو؟
بكرة أنا رح ألبس فستان أمي جان، كنت مخبيته لليوم يلي بده يتزوجني فيه الزلمة اللي بحبه، لهيك أنا ما فكرت ألبسه أول مرة. خلونا نرجع لجوا. مو معقول شو فاجرة ولي عليها صحب تبعنا ونحل حبيبي شعراتي. عن جد شو عم يحكي معهم له أكتر من ساعة؟ يا شباب ليكو، جان تيكين ممثل مشهور وفي عنده كتير معارف، وبما أنه أنتو إلكن خاطر نحلها سقطوا حقكن، ويا دار ما دخلك شر. كرمال الله شوف شو عملت بوشي، شوف شو عملت فيني، خطيبته مدري مرته، أي مخرج رح يعطيني دار هلأ؟ لك هاي القصة سهلة وبتتضبط بالمكياج، لا تخافي أبدا، هاي شغلتي أنا، تركي لي هالقصة علي. ليكي أنا قطعت عهد قدامكن، رح خليكن تمثلوا مسلسل معنا وبوعدكن يلا تقبروني. خلونا نرجع لجوا ونسحب الشكوى تبعنا ونحل حبية. خلصنا، تأخر الوقت. هي بس دقيقة جان. أنا رحت راسي ونام تعبت، بكرة عرسي لا تنسى، مو حلوة اطلع وعيوني مورمين. اي معك حق، خلينا ننام. تصبح خير وانت من أهله حبيبتي، حط راسك من هالجهة. ماشي فوتون، غطي حالك بلا ما تاخدي برد. ايه لا رح نام هيك. لا تتركي لي ايدي. ايه يلا الحمد لله على السلامة، الجماعة سحبوا الشكوى والضابط قال فرجوا عنهم بس ما يأرجوني وشهم. الحمد لله. يلا الحمد لله على السلامة. هي أكيد هنادي، هنادي أنت ما في منك. يلا 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 خلينا نطلع. نفدنا. تعال يلا طلعونا. تعال. ما عم صدق، عن جد أنت بطل هي الليلة يا عماد، وبدون أي منازع كمان. قلي كيف قدرت تقنعه؟ قلي ليش شوف، احكي لي يا عماد بالله. اسمعي حبيبتي، أنت ما بتعرفي كل المواهب اللي عندي، يعني هاي واحدة من مواهبي. لك دخيله حبيبي الذكي يلي عقله بيزن. هاي القصة كتير بسيطة، لسه ما شفتي شي حبيبتي. قومي قومي. عماد وين هنادي؟ أنا لازم أتشكر هلا على الشي اللي عملته، ليل مع نهار عم تركض ورانا هالمسكين. أها هنادي؟ إيه هنادي. هنادي؟ إيه هنادي. انت عن جد مفكر هنادي؟ اي طبعا هنادي. مشكلتكم عماد اللي حل بنفسه معلم. عن جد حبيبي لما بتشتغل من قلبه رب ما في منك. هات بوسه. شو كأنه تصالحوا هالاثنين وخلصنا منه. ايه هيك بطلي بطلي. الله يخلي لي اياك. بعملت هيك حليتها ولا يهمني. بتعرف اني بحبك كتير وما فيني اعيش بدونك. يا جماعة خلونا نطلع من هون فورا لأنه بلش الضوج من هذا المكان كتير. إيه بس عيب عليك معلم، كنت اسمح لها بدقيقة زيادة بس. روح على بيتك عماد، روحوا على بيتكم. الرومانسية ما لها مكان، محاربة.